الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الأنفال، سبب نزول هذه الآية الكريمة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي المغانم، لمن تكون؟ فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فجعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها. ثم أنزل الله تعالى بعدها آية التخميس، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمس الغنيمة، يقسم أربعة أخماس على الغانمين، والخمس الباقي يقسمه لخمسة: خمس لله وللرسول، خمس، والخمس الباقي يخمسه لخمسة: خمس، خمس لله وللرسول، وخمس لذوي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وقد ينفر من هذا الخمس. وهذه الآية فيها دليل على الجواب عن السؤال، وذلك أن عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية فيها دليل على الجواب عن السؤال. نعم، في السؤال في أول السورة سألونك عن الأنفال. نعم، وذلك أن لعلها ذلك أنه عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي المغانم أو الغنائم، لعل أن هذه زائدة، وذلك عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي المغانم أو الغنائم. طيب، نعم كده تستقيم. نعم، وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فيه ثلاثة أوامر. الأول قوله تعالى: فاتقوا الله، أي اتقوه في جميع أموركم، وفي أمر الغنائم على الخصوص، أي اتقوا الله واحذروا غضبه وسخطه وامتثلوا أمره. الثاني قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أمر بالإصلاح ونهي عن الخصام والنزاع والفرقة. الثالث قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. اللهم صل وسلم. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفيه دليل على أن الإيمان يحث المؤمن على تقوى الله، وعلى إصلاح ذات البين، وعلى طاعة الله ورسوله. نعم، أحسن الله إليكم. الطبري ذكر الخلاف في معنى الأنفال في هذه الآية. طيب، كم نشوف؟ أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أنت كلام على الآية؟ انتهى الكلام على الآية. طيب، اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم هي الغنائم، ثم قال وقال آخرون هي أنفال السرايا. هي أنفال؟ أنفال السرايا. وقال آخرون الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة أو ما أشبه ذلك. هذا الثالث. الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة أو ما أشبه ذلك. ذكر الروايات لكل قول.
ثم قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال: هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم، إما من سلبه على حقوقهم من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس، لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال: هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم. إما من سلبه على حقوقهم من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس، لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام. وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء. ثم تكلم على معنى النفل. قرطبي شوف، والبراوي شوف، والحافظ شوف، ويمكن كله مختصر من كلام ابن جرير. ايش قال الحافظ؟ الحافظ هو احسن لك، هو رجح في ذكر اول قول احسن لك. قال: قلت ذكر باسناد يعني البخاري، قلت لابن عباس: سوره الانفال قد نزلت في بدر، اما معلقه يعني ابن عباس فكذلك رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال: الانفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه ليست لاحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. ثم ذكر بعد ذلك أحسن لك الأقوال التي ذكرها ابن جرير. وقال إشكال. نعم. قال في القول الثاني: قال: وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفلة بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء وفي من لفظ النفل، والله أعلم. متبادر، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. كم طيب بعده؟ وفي أحسن لك ذكر، وذكر أحسن لك قوله تعالى: قال الإمام أبو عبد العبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمين من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وقال ابن زيد: ليست بمنسوخة بل هي محكمة.
وقال أبو عبيد في ذلك آثار، والأنفال وأصلها جمع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب. ثم ذكر أحسن لك فائدة في معنى النفل، قال وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربعة لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. في النفل سنن أربعة؟ نعم، في النفل الذي ينفله الإمام سنن أربعة لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السبب. في النفل لا يكون. في النفل لا خمس فيه، لا خمس فيه، وذلك السلب. وذلك. السلب. وذلك السلب. والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب، فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه. خمس نفسه. نعم، في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة وفي النفل من في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطى الأدلاء ورعاء الماشية والسواق، وفي كل ذلك اختلاف. طيب، القرطبي نقل خلاف، والبغوي شوف، والسادي شوف. السلام عليكم. قال القرطبي الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء، قال إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل، أي خير غنيمة. والنفل اليمين، ومنه الحديث فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم. والنفل الانتفاء، ومنه الحديث فانتفل من ولدها. والنفل نبت معروف. والنفل الزيادة على الواجب، وهو التطوع، وولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد. والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرها. قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وفيها وأحلت لي الغنائم، والأنفال الغنائم أنفسها. قال عنترة إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال، أي الغنائم. الثالثة واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال. الأول محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس. الثالث خمس الخمس. الرابع رأس الغنيمة حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة الأخماس نفل، وإنما لم يرى النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون، والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين. قال صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد، وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخمس. هذا هو المعروف من مذهبه. وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس، وهو قول ابن المسيب والشافعي وأبي حنيفة. وسبب الخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه، وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال فيه فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ولم يشك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، في رواية الوليد 4000، وانبعثت سرية من الجيش، في رواية الوليد فكنت ممن خرج فيها، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكان سهمانهم 13 بعيرا. ذكره أبو داود.
فاحتج بهذا من يقول إن النفل إنما يكون من جملة الخمس، وبيانه أن هذه السرية لو نزلت على أن أهلها كانوا 10 مثلا أصابوا في غنيمتهم 150، أخرج منها خمسها 30، وصار لهم 120 قسمت على 10، وجب لكل واحد 12 بعيرا 12 بعيرا. ثم أعطى القوم من الخمس بعيرا بعيرا، لأن خمس 30 لا يكون فيه 10 أبعرة. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمئة والألف وأزيد. واحتج من قال إن ذلك كان من خمس الخمس بأن قال جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل، فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العروض. ومما يعضد هذا ما روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث فأصبنا إبلا وغنما الحديث. وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القسم وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة، وهو خلاف قول مالك، وقول من روى خلافه أولى لأنهم حفاظ، قاله أبو عمر رحمه الله. وقال مكحول والأوزاعي لا ينفل بأكثر من الثلث، وهو قول الجمهور من العلماء. قال الأوزاعي فإن زادهم فليفي لهم ويجعل ذلك من الخمس. وقال الشافعي ليس في النفل حد لا يتجاوزه الإمام. وقال من؟ وقال الشافعي ليس في النفل حد لا يتجاوزه الإمام. يعني يجوز أن يتجاوز الحدود. طيب البغوي، شوف كان البغوي السعدي. وذكر أحسن لك الأقوال التي ذكرها الجوزي. نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، قال وفي المراد بالأنفال ستة أقوال، أحدها أنها الغنائم، رواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة والضحاك وأبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة في آخرين. وواحد الأنفال نفل، قال لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. الثاني أنها ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله. الثالث أنها القول الثاني أنها ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل الأول. إيش الأول؟ الأول أنها الغنائم، رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال الحسن. الثاني أنها ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله. الثالث أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال، قاله عطاء، وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضا. الرابع أنه الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، قاله مجاهد. الخامس أنه أنفال السرايا، قاله علي بن صالح بن حي، وحكي عن الحسن، قال هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش. القول السادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة، ذكره الماوردي. وفي عن قولان، أن أحدهما أنها زائدة والمعنى يسألونك الأنفال، كذلك قرأ سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي بن كعب وأبو علي يسألونك الأنفال بحذف عن. والثاني أنها أصل والمعنى يسألونك عن الأنفال لمن هي. الباوي لخص الأقوال أو اختار بعضها. السلام عليكم. البغوي ذكر سبب النزول أطال في الروايات، ثم قال قوله يسألونك عن الأنفال أي عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب، وقيل هو سؤال طلب.
قاله الضحاك وعكرمة، وقوله عن الأنفال أي من الأنفال، عن بمعنى من، وقيل عن صلة أي يسألونك الأنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. والأنفال الغنائم واحدها نفل، وأصله الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زدتك. سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، لأنها سميت أنفال. سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، يعني خاصا بهذه الأمة الغنائم. وأما الأمة السابقة فإنهم يجمعون الغنائم ثم تأتي نار من السماء وتحرقها، وهذا على القبول، وليس لهم أن يستفيدوا منها. أما هذه الأمة فإن الله أباح لها الغنائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي خصها الله بها، قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم، أحسن عليكم. قال: وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر. وقال عطاء: هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة والسدي: هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسخها الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية: قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة، وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله ولرسوله. وقد بين الله مصارفها في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. انتهى. سادش يا أحسن الله إليك الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لو كام عليها. نعم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية، اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال. الأول أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين وأخذ بغير حرب كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين. وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء فيئة، وهو الآتي. المسمى عند الفقهاء عند الفقهاء فيئة. نعم، الفيئة عند الفقهاء ما أخذ ما المشركين بدون حرب، وما أخذ بعد الحرب يسمى غنيمة. هكذا الفقهاء، ما أخذ بدون حرب، مثلا لو تركوا شيئا كفار أو هربوا وتركوا بدون حرب، هذا يسمى في. وأما ما أخذه بعد الحرب يسمى غنيمة. نعم، أحسن الله إليك. وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وممن قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح. الثاني أن المراد بها الخمس، وهو قول مالك. الثالث أن المراد بها خمس الخمس. الرابع أنها الغنيمة كلها، وهو قول الجمهور. وممن قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد قاله ابن كثير. الخامس أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن قال به الشعبي ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن حي. والمراد بها بهذا القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان يوم بدر وقتل أخي عمير
قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذات الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن أبي سعد عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي، قال قلت قد أنزل الله في شيئا؟ قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش، وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في 4 آيات من القرآن، أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه، فقال ضعه من حيث أخذته 2 ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيح من حديث شعبة به، وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف ابن عائد يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فرآه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر، انتهى كلام ابن كثير. قال مقيده عفى الله عنه جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها، فقال بعضهم نحن هم الذين حزن الغنائم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب. فقال بعضهم نحن هم الذي حزن الغنائم. نحن هو أو نحن الذين؟ نحن الذين عندي نحن هم. طيب أحسن الله عليك. وحويناها نحن الذين نحن هم. نعم نحن ايش؟ نحن هم الذين حزن الغنائم وحويناها، يعني نحن الذين نحن هم يعني الذين اريدوا. نعم احسن الله. نحن هم الذين حزن الغنائم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب. وقالت المشيخة إنا كنا لكم ردأ ولو هزمتم للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنها نزلت في ذلك. وقال الترمذي هذا حديث صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وروى نحو ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن جرير وابن مردويه من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فالآية مشكلة مع قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء، أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم الآية ناسخ لقوله يسألونك عن الأنفال، إلا أن قول أبي عبيد إن غنائم بدر لم تخمس لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح،
ويدل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. الحديث. فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر، لأن قول علي في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. فالحاصل أن آية واعلموا أنما غنمتم الآية بيّنت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة، وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين. وقد ذكرنا آنفا أن أبا عبيد قال إنها ناسخة لها، ونسبه القرطبي للجمهور، وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم. بعده ذكر كلام على قول أولا عند الآية رقم 41. إيه شوف الكلام عليه. الله إليك. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسب ما نص عليه في الآية، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا. ولكنه تعالى بيّن في سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب أنه لا يخمس، ومصارفه التي بيّن أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا، وذلك في قوله تعالى في فيء بني النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية. ثم بيّن شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة، فقالوا: الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح. وأما الغنيمة فهي من تزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر، وهذا التفريق يفهم من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم الآية، مع قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فإن قوله تعالى: فما أوجفتم عليه الآية ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى. والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال، أما الغنيمة فعن زحاف والأخذ عنوة لدى الزحاف. نعم. ثم قال: وقوله وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل، وقوله والفيء في الأنفال إلى آخر الكلام كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر بين به الفرق بين الغنيمة والفيء. وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات، لأن آية وقوله وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل، وقوله والفيء في الأنفال إلى آخره كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر بين به الفرق بين الغنيمة والفيء. وعلى هذا القول فلا إشكال في الآية، لأن آية واعلموا أنما غنمتم ذكر فيها حكم الغنيمة، وآية ما أفاء الله على رسوله ذكر فيها حكم الفيء، وأشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي فكيف يكون غنيمة لكم وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكه. وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا،
وهذا قول قتادة رحمه الله وهو المعروف في اللغة، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي الوافر: فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبل من بعيري، ولكننا نهكنا القوم ضربا على الأثباج منهم والنحور، يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال. فقوله أفأنا يعني غنمنا، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسببات، ولو كنا متنوعات قهرا، ولو كنا منتزعات قهرا. ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما، وتدل له آية الحشر المتقدمة. وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه، ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن آية واعلموا أنما غنمتم الآية ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله. وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله باطل بلا شك، ولم يلجئ قتادة رحمه الله إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة، فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء ولا إشكال. ووجه بطلان القول المذكور أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء نزلت بعد وقعة بدر قبل قسم غنيمة بدر، بدليل حديث علي الثابت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر خمست، وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه. وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء، وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة، فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى. وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات، وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام، فلا منافاة على قوله بين آية الحشر وآية التخميس إذا رآه الإمام، والله أعلم. ثم ذكر مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة وطال فيها. لا أصل في هذا، سواء كان الأنفال الأنفال هي ما أخذ من مال الكفار بعد الحرب أو بدون حرب. هذه الآية الأولى في أول سورة المجملة، ثم فصلتها آية التخميس أو نسختها على أحد القولين، إما تكون ناسخة لها أو مبينة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمشهور عند العلماء أن الفرق بين الغنيمة والفيء، وأن الفيء ما أخذ من الكفار بدون حرب، فهذا ما يخمس، يكون لله وللرسول، خمس خمسة أخباس، خمس لله وللرسول هذا يكون في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخسر من السبيل. وأما ما أخذه المجاهدون بعد القتال والحرب فهذا أيضا يخمس على الخمس، يجعل خمسة أخباس، أربعة أخباس تكون للغانمين، والخمس يخمس خمسة أخباس، خمس لله والرسول، وخمس للقربة قرابة الرسول، وخمس للأتابة، وخمس للمساكين، وخمس من السبيل. هذا هو المشروع الفقهاء. تكون آية سورة الأنفال نزلت أولا، ثم نزلت آية التخميس. السعدي قال عليها اختصر، وإن كان مختصر لكن شو اختياره. أحسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار، وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال كيف تقسم على من تقسم، قل لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاء،
فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخل في قوله فاتقوا الله. بل عليكم إذا حكم، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، نعم، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخل في قوله فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بل والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله، كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. يعني من طاع الله ورسوله في كل شيء، أول ما قرأت في أول يسألهم. أحسن عليكم. قال: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، كيف تقسم وعلى من تقسم؟ قل لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما. أحسن الله إليك. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر، وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. الحصن الآية هي التساؤلة، ثم بيئتها جاء التفصيل وبيئة في آية التخميس. طيب، أرجع التفصيل، أعد الكلام. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي المغانم، لمن تكون؟ فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها. ثم أنزل الله تعالى بعدها آية التخميس، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمس الغنيمة، يقسم أربعة أخماس على الغانمين، والخمس الباقي يقسمه لخمسة: خمس لله وللرسول، وخمس لذوي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. وقد ينفر من هذه وقد ينفر من هذا الخمس. وهذه الآية فيها دليل على الجواب عن السؤال، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة سبيل الزكاة، وعوضهم من الغنائم على عوض، لأن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لو سخوا الناس عوضهم الله على الغريبة، فالغريبة يكون من الخمس، يكون منها للنبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته. نعم، أحسن الله إليكم. وذلك عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي المغانم أو الغنائم. وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فيه ثلاثة أوامر. الأول قوله تعالى: فاتقوا الله، أي اتقوه في جميع أموركم، وفي أمر الغنائم على الخصوص، أي اتقوا الله واحذروا غضبه وسخطه وامتثلوا أمره. الثاني قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أمر بالإصلاح ونهي عن الخصام والنزاع والفرقة.
الثالث قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفيه دليل على أن الإيمان يحث المؤمن على تقوى الله وعلى إصلاح ذات البين وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الله تعالى نعم سم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى صفات المؤمنين الكمل فقال إنما المؤمنون وهذا حصر فحصر المؤمنين الكمل في هذا كله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وفرقت عند ذكر الله والوجل عمل قلبي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي من تلاوة القرآن. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويسندون أمورهم إليه أحسن الله إليك ويسندون أمورهم إليه سواء أمورهم الدنيوية أو أمورهم الدينية. والتوكل يجمع أمرين الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. الذين يقيمون الصلاة أي يقيمونها ظاهرا وباطنا فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الأجر والثواب فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولم يقل الذين يصلون لأن إقامة الصلاة غير فعل الصلاة فقد يفعل الإنسان الصلاة لكنها صلاة ضعيفة ليس فيها إقامة لها وإقامة الشيء أن تؤديه مقيما لحقوقه وإقامة الصلاة من الإحسان في عبادة الله. ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون مما رزقهم الله من مال في وجوه الخير لأن هذا المال عارية في يد الإنسان والله استخلفه فيه. وهذا الإنفاق شامل للنفقات الواجبة والمستحبة. فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك. والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان. فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. أولئك هم المؤمنون حقا أي هؤلاء الذين اتسموا بهذه الصفات المذكورة هم المؤمنون حقا. ومفهوم هذا أن غيرهم ليسوا بمؤمنين حقا. لهم درجات عند ربهم أي لهم درجات ومنازل عالية في الجنة يصعدون فيها على حسب الأعمال فهم يتفاوتون على حسب الأعمال. فمنهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين. ومغفرة أي ولهم مغفرة لذنوبهم وستر لها فلا ينالهم شيء من شر الذنوب لا في الدنيا والآخرة. ورزق كريم أي حسن في كيفيته وكميته نفيس في نوعه وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد منها بيان صفات المؤمنين الكمل وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص لقوله زادتهم إيمانا ولقوله سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا.
فأما ضعيف الإيمان فلا يقال مؤمن حقا، بل يقال ضعيف الإيمان أو ليس بمؤمن حقا. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد، فإيمان أفسق الناس وأعبد الناس سواء عندهم، وهذا من جهلهم. وفيها دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الله ذكر من أوصاف هؤلاء المؤمنين وجل القلب بذكر الله، وهذا عمل قلبي، والتلاوة وهذا عمل اللسان، لأن الله ذكر من أوصاف هؤلاء المؤمنين وجل القلب بذكر الله وهذا عمل قلبي والتلاوة وهذا عمل باللسان، والتوكل على الله وهو عمل القلب، وإقام الصلاة والإنفاق من أعمال الجوارح. ثم أدخل هذه الأعمال كلها في مسمى الإيمان، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. أحسن الله إليك. الشيخ الشنقيطي ذكر فائدة عند هذه الآية، قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان، وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر، ذكر المواضع أحسن الله إليك. ثم قال: وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا. نعم. ثم قال أحسن الله إليك قوله تعالى إنما المؤمنين قوله على أنه ينقص إيش هو الفائدة أحسن الله إليك هنا قال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلب ظاهرة، والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كان في سقط صح؟ أحسن الله إليك. عندنا الكلام على قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة، هذه الآيات فيها بيان خصال المؤمنين الكمل. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه صفات المؤمن الكمل، والذي قال أولئك هم المؤمنون حقا، فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان من الأعمال التي داخلة في مسمى الإيمان، فإن الله تعالى ذكر هذه الخصال ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، وهذه الخصال فيها من أعمال القلوب التوكل ويوم العباد الجوارح إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. القصاب ذكر عند هذه الآية قال رحمه الله رد على المرجئة من وجوه، أحدها أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها من الإيمان، وذلك أنه ذكر قبل قوله إنما المؤمنون التقوى وإصلاح ذات البين، ثم نسق في هذه الآية عملا بعد عمل، وذكر فيها التوكل وهو باطن. والثاني أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم وهم ينكرونه. الثالث أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان إلا باجتماع خصال الخير من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهم يثبتون حقيقته بالقول وحده.
والرابع أنه جل وتعالى قال بعد ذلك كله لهم درجات وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته، وهم لا يجعلون للمؤمن في إيمانه إلا درجة واحدة ولا يجعلون للإيمان أجزاء، فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان؟ وقد سمى الله جل جلاله كل ما حوته الآية إيمانا. فإن قيل فما لك تنكر على القوم أن يشهدوا لأنفسهم بحقيقة الإيمان وقد شهد الله لهم في هذه الآية؟ قيل لم أنكر حقيقة الإيمان وإمكانه في كثير من الخلق، وكيف أنكر شيئا أكمله الله لملائكته وأنبيائه وشهد لأهل هذه الآية به؟ إنما أنكرت عليهم ما أنكرت من جهتين، إحداهما أن الله شهد بحقيقة لأهل هذه الآية بخصال كثيرة وهم يشهدون لأنفسهم بخصلة واحدة، أيجوز أن أشهد على مقر بكلمة الإخلاص مصدقا بها ذكر عنده ربه فلم يوجل قلبه أو فرط في الصلاة ولم يؤت الزكاة لحقيقة الإيمان والله جل وعلا لم يشهد له به، فأساوي بينه وبين من كل ذلك كائن فيه؟ أم كيف يجوز أن يكون إيمان هذين يستوي من غير أن يكون أحدهما زائدا على صاحبه فيه؟ وكيف تنكر الزيادة والنقصان في شيء ولا محالة كل زائد على شيء فالآخر أنقص منه؟ فإن كانوا يزعمون إيمانهما في كلمة الإخلاص قولا واحدا فنحن لا نأباه، وإن زعموا أن اسم الإيمان لا يقع على غيرها فنحن لا نخالف كتاب ربنا، وقد حوت هذه الآية وغيرها مما سنأتي عليها في مواضعها على نسق السور إن شاء الله ما حوت من العمل المسمى بالإيمان. والأخرى أن تحت الحقيقة معنيين، فإن كانوا يقولون إنهم حقا مؤمنون بخصال بأعيانها فيهم في وقت القول عند أنفسهم فنحن لا ننكره، وإن قالوا إنهم حقا مؤمنون لا يأمنون مكر الله جل جلاله في السلب ولا يحذرون القطع بهم عند الخاتمة، فهذا هو المنكر الذي لا نواطئهم عليه ولا نسلمه لهم لتكذيب الخبر والمشاهدة معا له. انتهى كلامه. أحسن الله إليك، فيها الآية التي بعدها. نعم. أحسن الله، قرأنا تفسير إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. نعم. قوله تعالى كما أخرجك ربك، وقوله تعالى يجادلونك في الحق، لم تذكر الآيتان هنا. أحسن الله إليك. ومدخل التفسير من أول السورة. يا أيها شفت من أول السورة. نعم. يا أيها نعم يسألك على فعلنا. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال وهي المغانم لمن تكون، فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها، ثم أنزل الله تعالى بعدها آية التخميس وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمس الغنيمة يقسم أربعة أخماس على الغانمين، والخمس الباقي يقسمه لخمسة، خمس لله وللرسول وخمس لذوي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل، وقد ينفل من هذا الخمس. وهذه الآية فيها دليل على الجواب عن السؤال، وذلك عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال وهي المغانم أو الغنائم، وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فيه ثلاثة أوامر. الأول قوله تعالى فاتقوا الله أي اتقوه في جميع أموركم، وفي أمر الغنائم على الخصوص أي اتقوا الله واحذروا غضبه وسخطه وامتثلوا أمره. الثاني قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم
أمر بالإصلاح ونهي عن الخصام والنزاع والفرقة. أحسن الله إليك. الثالث قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله أمر بطاعة الله ورسوله في جميع شؤونهم. إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفيه دليل على أن الإيمان يحث المؤمن على تقوى الله وعلى إصلاح ذات البين وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه عامة ويدخل فيها الجهاد في سبيل وطاعة الله ورسوله في تخميس الغنيمة وفي وضع الأنفال موضعها الذي وضعه الله ورسوله. نعم. ثم قوله تعالى إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. الآيات في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى صفات المؤمنين الكمل. نعم. فقال إنما المؤمنون وهذا حصر، فحصر المؤمنين الكمل في هذا كله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وفرقت عند ذكر الله، والوجل عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي من تلاوة القرآن. أحسن الله إليك. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه. في الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال على مسمى الإيمان فيه الرد، ويقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص له شيء واحد. الذين يخرجون الأعمال على مسمى الإيمان ذكرها الشيء. قل ذكرت. ويقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم هو شيء واحد ثابت. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويسندون أمورهم إليه، سواء أمورهم الدنيوية أو أمورهم ويسندون أمورهم إليه سواء أمورهم الدنيوية أو أمورهم الدينية. والتوكل يجمع أمرين: الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله، ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. الذين يقيمون الصلاة أي يقيمونها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. حضور القلب أحسن الله إليك هو الخشوع. نعم خشوع خضوع استهانة، استهانة واستجابة لله ورسوله. نعم أحسن الله إليك. وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الأجر والثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولم يقل الذين يصلون، لأن إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، فقد يفعل الإنسان الصلاة لكنها صلاة ضعيفة ليس فيها إقامة لها. وإقامة الشيء أن تؤديه مقيما لحقوقه، وإقامة الصلاة من الإحسان في عبادة الله. ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون مما رزقهم الله من مال في وجوه الخير، لأن هذا المال عارية في يد الإنسان والله استخلفه فيه. وهذا الإنفاق شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. أولئك هم المؤمنون حقا
أي هؤلاء الذين اتسموا بهذه الصفات المذكورة هم المؤمنون حقا، ومفهوم هذا أن غيرهم ليسوا بمؤمنين حقا. لهم درجات عند ربهم، أي لهم درجات ومنازل عالية في الجنة يصعدون فيها على حسب الأعمال، فهم يتفاوتون على حسب الأعمال، فمنهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين. ومغفرة، أي ولهم مغفرة لذنوبهم وستر لها. فلا ذنوب الشرور التي في الدنيا والآخرة هو أسباب ذنوب المعاصي، فإذا غفر الله تعالى العبد الذنب فإنه سلم من شرها وسلم من عقوبتها في الدنيا والآخرة. نعم. ولهم مغفرة لذنوبهم وستر لها، فلا ينالهم شيء من شر الذنوب لا في الدنيا والآخرة. ورزق كريم، أي حسن في كيفيته وكميته، نفيس في نوعه، وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، منها بيان صفات المؤمنين الكمل، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله زادتهم إيمانا، ولقوله أولئك هم المؤمنون حقا. فأما ضعيف الإيمان فلا يقال مؤمن حقا، بل يقال ضعيف الإيمان أو ليس بمؤمن حقا. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد، فإيمان أفسق الناس وأعبد الناس سواء عندهم، وهذا من جهلهم. وفيها دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الله ذكر من أوصاف هؤلاء المؤمنين وجل القلب بذكر الله، وهذا عمل قلبي، والتلاوة وهذا عمل باللسان، والتوكل على الله وهو عمل القلب، وإقام الصلاة والإنفاق من أعمال الجوارح. ثم أدخل هذه الأعمال كلها في مسمى الإيمان، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. فآخر شيء أحسن الله إليك كأنه تكرار. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. اشتفى له. لست تكرارا. أولئك هم المؤمنون، أولئك هم المؤمنون الحق. هذا تبقى يعني؟ نعم. إذن تبقى الكلام السابق عند قوله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهنا عند قوله أولئك هم المؤمنون حقا. طيب هناك ضفنا أحسن الله إليك. وفي هذا دليل عند قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قلتم أحسن الله إليكم، أي من تلاوة القرآن. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه أضفنا، وفيه الرد على مرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وعند قوله تعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي ولهم مغفرة لذنوبهم وستر لها، فلا ينالهم شيء من شر الذنوب لا في الدنيا والآخرة. ورزق كريم، أي حسن في كيفيته وكميته، نفيس في نوعه، وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، منها بيان صفات المؤمنين الكمل، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله زادتهم إيمانا. هنا أعدتم أحسن الله إليكم هذه فائدة الإيمان يزيد تأكيدا. وعند قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، قلتم فأما ضعيف الإيمان فلا يقال مؤمن حقا، ذكرتم التفصيل السابق. نعم، يعني في الإثبات ما يقال هو مؤمن العاصي، ما يقال هو مؤمن بيطلق، ما يقال هو مؤمن إذا كان مرتكب الكبائر، هو مؤمن ضعيف الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي كذلك، لا يفعل عنه، فلا يقال على صلة بمؤمن، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بمؤمن حقا.
لأنك إذا لفيت الإيمان عن الصوت كيف يقول قلت ليس المؤمن وافقت الخوارج الذين يكفرونه، وإذا لفيت قلت ليس المؤمن وافقت المرجعة الذي يخشون ما لا مسمى الإيمان. فلا بد من التقييد في العاصي في النفي وفي الإثبات. ففي الإثبات يقال على العاصي هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ما يقال مؤمن بإطلاق. وفي النفي ما ينفى، ما يقال ليس المؤمن، لأن إذا لفيت على الإيمان يعني وفق الخوارج الذي يكفرون، بل يقال ليس المؤمن حقا ويقال ليس بصادق الإيمان. هذا هو مذهب السنة والجماعة. يعني إذا أثبتنا الإيمان للفاسق كنا كالمرجئة، صار كالمقول المرجئة، وإذا نفيناها وافقت الخوارج. نعم أحسن الله عليك. فلم يخرج من هذا بالتقييد. نعم أحسن الله عليكم. في كلام الشيخ الإسلام على هذه الآية، نعم، قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. وكذلك قال في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قوله: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قيل عن هذا جوابان: أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وقد فسروا وجلت بفرقت. وفي قراءة ابن مسعود: إذا ذكر الله فرقت قلوبهم. وهذا صحيح، فإن الوجل في اللغة هو الخوف، يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل. ومنه قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وقال السدي في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه. وهذا كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورين في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كما قال في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، كما في قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإذا لم يضل فهو متبع مهتد، وإذا لم يشق فهو مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين. فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. بعده ما ليس فيها عليها شيء، ما عليها شيء أحسن الله، ما ذكرت أصلا. الرصعني ذكر هنا نعم ذكر أحسن الله إليك الاستثناء في الإيمان أحسن الله إليك. شيخ الإسلام الرصعني أحسن الله إليك، قال الرصعني رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف شرعية الاستثناء في الإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه، فإنه فيه على يقين وبصيرة، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله فيه عليه. ثم ذكر أحسن الله إليك صاحب رسالة الدكتوراه اللي هو الشيخ فيصل بن عباد الهذلي، قال: هذه المسألة معروفة عند العلماء بمسألة الاستثناء في الإيمان، وذلك بأن يجيب من يسأل هل هو مؤمن بصيغة تشعر بعدم القطع، كان يقول إن شاء الله أو أرجو أو آمنت بالله أو نحو ذلك من الصيغ. وأول من خاض في مسألة الاستثناء هم المرجئة. يقول الآجري: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك. أحسن الله إليك، قال: لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. وذلك ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنه يجزم بأنه مؤمن ولا يجزم بأنه فعل كما أمر به. فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه. هذا ومجمل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول الذين قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان، وأشهر من ذهب إلى هذا القول هم الأشاعرة والكلابية، حيث إن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا باعتبار الموافاة. ومعنى الموافاة أن العبد يأتي موافيا به بأن يبقى عليه إلى الوفاة، فيكون متصفا به إلى آخر حياته، إذ إن الإيمان لا يكون نافعا معتبرا منجيا لصاحبه إلا إذا مات عليه. فإذا قيل لأحدهم أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله، وهو في ربطه هذا الإيمان بالمشيئة يلحظ أنه قد لا يموت على هذا الإيمان ولا يثبت عليه إلى الوفاة. قال القاضي أبو يعلى: ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله.
وأدلتهم استدل هؤلاء بدلالة الأثر ودلالة النظر. قال أبو يعلى: والدلالة عليه إجماع السلف، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر. في الحاشية قال: رواه ابن أبي أسامة في بغية الباحث وأبو بكر الخلال في السنة، وذكر طرق هذا الأثر صاحب إتحاف الخيرة وحسنه بمجموع طرقه. وعن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فهل وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ في الحاشية قال: رواه أبو بكر الخلال في السنة، ولم أجد من العلماء من صححه أو ضعفه. ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل هو الذي يكون من أهل الجنة، ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق، والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم بالكفر، وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقا. القول الثاني: الذين قالوا بحرمة الاستثناء في الإيمان، فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعتبر شكا منه في إيمانه، وصار بعضهم يلمز السلف بأنه شكاك، بل غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيمانه، وبهذا قال الماتريدية والحنفية. أحسن الله إليك. واستدلوا بما يلي حديث الحارث بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا. عزفت، أحسن الله إليك، عزفت نفسي، نعم. قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا، نعم. وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار. قال: فقال له: عبد نور الإيمان في قلبه، إن عرفت فالزم. في الحاشية قال: أخرجه ابن المبارك. عبد إيش؟ عبد نور الإيمان في قلبه، إن عرفت فالزم. أحسن الله إليك. الآثار المروية عن استدل بالأثر، نعم، مصعدي هذا قال هذا، أحسن الله إليك، تعليق على ذكر على تعقيب الرسعني، على تعليق الرسعني. الرسعني، إيه نعم، هذا تعليق صاحب رسالة الماجستير في تعقبات الإمام الرسعني على المفسرين. يعني رفع الرسعني هذا له تفسير ولا بقى؟ نعم، له تفسير اسمه رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. يا هذا مسألة، أقول هذه المسألة الاستثناء معروفة عند أهل العلم، هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ جمهور العلماء على أنه له الاستثناء، لأنه إنما لأن شرائع الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، ولا يلزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فيقول إن شاء الله بالنظر لشرائع الإسلام والواجبات. أما إذا قصد الشك في إيمانه فلا يجوز له، وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وما يوفى بالآخرة فكذلك لا يجوز. إذا قصد الشك هذا ممنوع، أو قصد أن عدم علمه بالعاقبة، لكن إذا أراد أن شرائع الإيمان والواجبات متعددة وأنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه الدم عليه فلا بأس من الاستثناء. هذا هو الذي عليه الجمهور وعليه المحققون، وهذا مقرر في كتب العقائد وفي تفصيل في شرح الطحاوية. أحسن الله. وهذه الآيات، هذه الآيات فيها ذكر أصحاب المؤمنين الكمل. إيش بعده؟ في البحث ولا التفسير؟ التفسير أحسن الله إليك في السقط. طيب. السقط الآيتين لابد نكملها إن شاء الله. نكملها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله.
إلى آخر ذكر الفقهاء. نعم باقي شيء الأخير الذي ذكره ضعفوه. أه؟ أصبحت مؤمنا حقا. نعم ضعفوه هذا الحديث. نعم حديث أصبحت مؤمنا حقا. قال أحسن الله إليك أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن وعبد وقال والبزار والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والعقيلي في الضعفاء وقال ليس لهذا الحديث إسناد يثبت والطبراني في الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في الشعب. قال ابن تيمية في الاستقامة روي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت. وقال العراقي في تخريج حديث الأحياء أخرجه البزار من حديث أنس والطبراني من حديث الحارث بن مالك وكلا الحديثين ضعيف. وضعفه الألباني في تخريج الإيمان في تخريج الإيمان لابن أبي شيبة. طيب شوف كما أخرجك ربك بميتك بالحق. شوف الكلام كلام البغوي والسعدي والحافظ. شوف عشان الإيمان لم يقل المؤمنون لو كانت منكرة يعني هل يدل على نقص الإيمان؟ نعم لو نكرت المؤمن يعني هل تدل على نقص الإيمان؟ لو قيل هو مؤمن نكر؟ كيف نكر؟ يعني لا يقال هو المؤمن يعني إذا قال هو مؤمن يعني بدون التنكير يعني بدون ألف ولا المؤمن هذا المؤمن العاصي أما المؤمن المطيع يقال مؤمن يطلق عليه المؤمن المطيع غير العاصي يقال مؤمن يطلق والعاصي يقال ليس بمؤمن حقا إنما هذا في العاصي، العاصي هو اللي فيه التفصيل ومرتكب الكبيرة. أما المؤمن غير المطيع يطلق قال هو مؤمن بإطلاقها. نعم وكذلك الكافر وفعل الإيمان قال اسم المؤمن بإطلاق إنما هذا التفصيل في المؤمن العاصي مرتكب الكبيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال الطبري اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه الكاف التي في قوله كما أخرجك وما الذي شبه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق؟ فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا معنى ذلك يقول الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما إخراج الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق كان خيرا له. إيش؟ اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه الكاف الجالب نعم لهذه الكاف التي في قوله كما أخرجك نعم وما الذي شبه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق؟ فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا قال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا معنى ذلك يقول الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما إخراج الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق كان خيرا له. ثم روى عن عكرمة طيب ثم قال وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك يا محمد من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. الشيخ السعدي أحسن الله إليك قال الشيخ السعدي رحمه الله قدم تعالى أمام هذه الغزوة البكرة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله التي من أكبرها الجهاد في سبيل الله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
والحال أن هذا لا ينبغي منهم خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه، فبهذه الحال ليس للجدال محل فيها، لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معه 310 رجلا وبضعة عشر رجلا معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم. فسمعت بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدة وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من 1000. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير، فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات شوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا، أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله ويقطع دابر الكافرين، أن يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم، ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون، فلا يبالي الله بهم. الباوي شوف والحافظ الشيخ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كما أخرجك ربك في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين واتقاءهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله، ثم روى عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشححتم فيما فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهيتهم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال ابن جرير وقال آخر معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك من حق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى عنه نحوه عن مجاهد أنه قال كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. طيب سبق قرار. طيب قرطبي والبغوي ذلك سبق اختصار قال كما أخرجك ربك فيه 3 تأويلات، أحدهما أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك، يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب.
والثاني أن يكون في موضع الكاف نصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول، أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من بيتك، يعني مسكنة بالمدينة، إذ أخرجه الله لغزوة بدر. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كرهوا قتال العدو، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها 40 راكبا، فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بالمسلمين، فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم، فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو، فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل. فقال له سعد بن عبادة وهذا أبو جهل قد أقبل، فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه امضي لما شئت فإنا متبعوك. وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خذت هذا البحر لخذناه معك، فسر بنا على بركة الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير، إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا، وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون، كأنما يساقون إلى الموت، تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. أحسن لك، ذكر الخلاف في الكاف. نعم، شوف كلام. قال قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في قوله كما أخرجك ربك. قال المبرد تقديره الأنفال لله والرسول وإن كرهوا. الأنفال لله والرسول وإن كرهوا. نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل تقديره امضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا. وقيل تقديره امضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا. كما مضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم، وإن كرهه فريق منكم. وقال مجاهد معناه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم، كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. ثم قال أحسن الله إليك، وقيل المراد بهذا الإخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينة، والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة إلى بدر، أي كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق، قيل بالوحي لطلب المشركين، وإن فريقا من المؤمنين منهم لكارهون. قوله يجادلونك في الحق أي في القتال بعدما تبين، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك، وقالوا لم تعلمنا أن نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير، فذلك جدالهم بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك وتبين صدقك في الوعد، كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهيتهم القتال، وهم ينظرون فيه تقديم وتأخير. تقديره إن فريقا من المؤمنين لكارهون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يجادلونك في الحق بعدما تبين. طيب. انت أحسن الله. يعني قرطبي يعني البغوي كان هو أقرب يعني الاختصار في هذا. طيب نبقى هذا الدرس القادم إن شاء الله. شوف نبدأ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. نشوف التلخيص. أحسن لك، الآية التي بعدها وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. الآية التي بعدها أيضا غير مذكورة، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إيش قال آية البغوي؟ نعم، ذكر أحسن لك سبب النزول، أطال فيه يعني سبب النزول بعده.
نعم قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق واستدي أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش في 40 راكبا من كفار قريش فيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهري وفيه تجارة كثيرة. كذا كذا نفس الأطالة نعم الأطالة فيها. ثم قال وتودون أن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أي الفريقين إحداهما أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع النفير، وتودون أي تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يعني العير التي ليس فيها قتال، والشوكة الشدة والقوة ويقال السلاح. هذا إن شاء الله شوف العقاب كلام السعدي مع البغوي مع شيء من كلام القرطبي أو الشيخ الشنقيطي إن شاء الله لعل يكون أخصر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.